من الرحيم مدينا يشرح لي طريقة قص صورة كاملة في برنامج سناب شات وجعلها استيكر. مثلا أنا عندي هذه الصورة بعد ما دخلنا على سناب شات، بعد كده دخلنا على الصور، بعد كده نطلع بشكل مستمر، بعد كده نطلع على إيديت فوتو، بعد كده نطلع على علامة الاقتصاص، نخلي الصورة بشكل ماين ونسحبها. الآن نقدر نضغط علامة صح، بعد كذا نضغط على زر الاقتصاص او المقص، بعد كذا نقوم بتحديد اطراف الصورة اللي احنا اخترناها ونسيبها زي ما انت شايفين. الان الصورة الان حضرت معانا، نقدر بعد كذا نسوي لها دان، بعد كذا نسوي سيف.